سين وتيرة تنفيذ الاستثمار العمومي دائما للسيدات والسادة النواب المحترمين فريق الأصالة والمعاصرة. تفضلوا تفضل يا السيدة النائب المحترم. حول تنفيذ حول وتيرة تنفيذ الاستثمار العمومي كنسألكم السيدة الوزيرة وشكرا. جواب السيدة الوزيرة. تفضلي السيدة الوزيرة. شكرا السيدة النائبة المحترمة. كما كتعرفوا الاستثمار العمومي تيلعب واحد الدور مهم جدا اولا في السياسات القطاعية الهامة، كذلك في البنية التحتية، وبالتالي خصت الحكومة برسم سنة 2023 غلاف مالي مهم جدا ديال 300 مليار درهم، ما يفوق 55 مليار مقارنة مع سنة 2022. فسجلت استثمارات الميزانية العامة زيادة تقريبا ديال 20 مليار درهم، تخصات القطاعات ذات الأولوية اللي هي الصحة والتعليم والماء من بين استثمارات أخرى، والمؤسسات العمومية عرفت ارتفاع من 92 إلى 140 مليار درهم. فتحسين مناخ كاين تحسين مناخ الاعمال باش كذلك هذه الاستثمارات العموميه يكون عندها كذلك وقع على القطاع الخاص. ما نذكر هذه مناسبه باش نذكر بان الاستراتيجيه والرؤيه هي ان الاستثمارات ديال القطاع الخاص هي اللي خاصها تمثل ثلثين ديال مجهود الاستثمار في افق 2035، ولكن في هذه المدة الزمنية خاص كذلك هذا المجهود اللي كنقوموا به في القطاع العام يكون عنده كذلك واحد تستفد منه كذلك المقاولات والقطاع الخاص. تعقيب. تعقيب سيدة النائبة. شكرا سيدة الوزيرة على مجهوداتكم، فماشي من السهل انكم تأبؤوا 300 مليار درهم للاستثمار العمومي خلال سنة 2023 رغم الظروف الصعبة، لكن للأسف وتيرة الإنجاز ما كتجاوزش 70% سيدة الوزيرة لغياب الحكامة. كنعانيو من بطء في إنجاز المشاريع، فمثلا مستشفى التخصصات اللي كان مفروض اليوم يكون مفتوح في وجه ساكنة ورزازات لحد الساعة ولسبع سنوات باقي ما تفتحش. كنعانيو من غياب العدالة المجالية، كيف يعقل أن ثلاث جهات فقط الدار البيضاء والرباط وطنجة كتاخذ 60% من الكعكة الوطنية للاستثمار العمومي؟ فاش كنهضروا على الاستثمار كنلاحظوا تهميش جهة درعة تافيلات رغم المؤهلات اللي فيها، فكيف يعقل أنه بدون ما نهضروا على الصناعة السينمائية وما تدخله من عملة صعبة للبلاد إلا شفنا فقط قطاع المعادن، وما أدراك ما المعادن اللي من غير الفوسفات كيدخل 85.7 مليار درهم مما يساهم في الناتج الداخلي الخام ب 10% ونسبة 26% من نسبة الصادرات، وهذا الشيء للأسف ما كينعكسش على المشاريع في أقاليم جهة درعة تافيلات اللي فيها أكبر وأهم المناجم في المغرب، وهذا ظلم. فأين نصيب جهة درعة تافيلات من الاستثمار العمومي السيدة الوزيرة؟ أين تفعيل توجيهات صاحب الجلالة نصره الله مع النموذج التنموي؟ وأنتم الآن في طور إنجاز قانون مالية 2024، كنطالبكم السيدة الوزيرة بإنصاف هذه الجهة، لأنه راه ما يمكنش نهضروا على ميثاق الاستثمار وحنا والدولة ما وفرتش بنية تحتية، بنية طرقية، سكك حديدية، مطارات، مستشفيات، جامعات اللي تعطي لدوك الناس المستثمرين واحد المناخ ديال العمل. واحد شكرا. هل هناك تعقيب إضافي من المعارضة من الأغلبية؟ رد السيدة الوزيرة. تفضلي. ها اسمح لي اسمح لي ترى كاين. تفضل السيد النائب. اسمح لي السيدة الوزيرة. السيدة الوزيرة المحترمة، المشكل كما كشف عنه تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في التفاوتات الجهوية، حيث تساهم أربع جهات ب 68.7% من الناتج الداخلي الخام، في حين تصل جهة درعة تافيلات من أقل الجهات المساهمة في الناتج الداخلي الخام ب 5.2%، كما الجهة وبالأخص إقليم الراشدية تأتي في الرتبة الأخيرة من الجهات المغرب من حيث الثروة، حيث يبلغ معدل الفرد 14272 درهم،
في حين المعدل الوطني 26575 تقريبا النصف. وهنا يحصرني مقتطف من خطاب جلالة الملك حفظه الله في نوفمبر 2019: المغرب الذي نريده يجب أن يقوم على الجهات منسجم ومتكامل تستفيد على قدم المساواة من البنية التحتية والمشاريع الكبرى. انتهى نطاق سامي. شكرا سيدة الوزيرة. ردك سيدة الوزيرة تفضلي. اولا طمئن السيدة النائبة المحترمة على الوتيرة ديال اصدار نفقات الاستثمار الى ما تم شهر فبراير من هذه السنة ديال 16 مليار مقابل 15 مليار سنة 22، اي كاين تحسن في الوتيرة، وحنا حريصين ان تكون الانجازات عملية في الميدان. فيما يخص العدالة المجالية، احنا عايشين في نفس المغرب وعارفين بان كاين خاصنا مجهود اضافي لبعض الجهات اللي ما خداتش يمكن حقها في هذا الاستثمار. الدولة عاملة المجهود ديالها في البنية التحتية باش كتستثمر في جميع الجهات، كذلك في القطاعات الأولوية اللي هي الصحة والتعليم. راه شفنا بان كاين اهتمام بالجهات اللي ما خداتش يمكن الاستثمارات الكافيه لتنميه هذه الجهات. كذلك نذكر بميثاق الاستثمار اللي تم المصادقه عليه من البرلمان بغرفتيه، فكاين تحفيزات مهمه خاصه بالعداله المجاليه فيما يخص استثمارات القطاع الخاص اللي كتساعد الجهات في حاجه لتنميه اقتصاديه مهمه، وكذلك لتشغيل، خصوصا تشغيل الشباب وتشغيل النساء، وكذلك المرسوم ديال الصفقات العموميه. شكرا.